اهلا ومرحبا بكم في مباراة فيفا على نينتندو سويتش. اليوم مباراة مثيرة للسيدة العجوز نادي يوفنتوس ضد نادي اسود الفيستا باليا بروسيا دورتموند. بالرغم من اننا بصدد مشاهدة مباراة ودية، لكن اتوقع بان نرى مباراة مثيرة. في الغالب سيشارك المدربان بعض اللاعبين الاحتياطيين الذين سيرغبون في اثبات انفسهم للمشاركة في المواعيد الرسمية. نادي اليوفنتوس حقق لقب دوري ابطال اوروبا في مرتين سابقتين، المرة الأولى لو تذكرون بقيادة بلاتيني في 85 وفوز تاريخي على ليفربول في مباراة شهيرة بالتأكيد في المباراة النهائية، ومرة كانت أيضا على حساب أياكس أمستردام في 96، ويومها بالتأكيد أيضا كانت بركلات الترجيح. لكن الأمر أيضا الجدير بالذكر أن خسر هذا النهائي 7 مرات ليكون بذلك أكثر من حصل على مركز الوصيف في تاريخ البطولة. استضاف ملعب الاليانز نهائي الدوري الاوروبي في عام 2014، النهائي اللي كان يحلم يوفنتوس بالتواجد فيه على ملعبه بين جماهيره، لكنه فشل في التاهل للنهائي وتاهل بنفيكا وخسر النهائي الاوروبي هنا على ارضيه هذا الملعب امام اشبيليه في مباراه كانت مثيره انتهت بركلات الترجيح. حكم مباراه اليوم هو السيد رافائيل روبن لوسادا. ضربه البدايه من عند دورتموند. ديالو، مانويل أكانجي، أكسل فيتسل، صراع كبير للسيطرة على الكرة. رمية تماس ليوفنتوس. جورجو كيليني، خوان كوادرادو، تمريرة تفتقد للدقة، كرة بتقطع بكل سهولة. أكسل فيتسل. تماس للبيانكونيري. خوان كوادرادو. سامي خضيرة. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. ديالو، الكرة بحوزة اليوفنتوس الآن. تحرك بشكل سليم، اعتراض ممتاز لهذه الكرة. ماريو جوتسه، كريستيانو رونالدو، كم ممكن يسجل هدف، لكن كم في موقف تسلل. بيانيتش، إذا الحكم يحتسب تسلل. أعتقد أنه كان قرار شجاع لأن اللاعبين كانوا قريبين جدا وكانوا على خط واحد. ماريو كوتس، ماكسيميليان فيليب، يفرض اسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. سامي خضيرة، تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. جواو كاسيلو، بيانيتش، الله على العرضية، كرة عرضية في مكان خطير، لكن المدافع بيخلص الكرة قبل المهاجم. ضربة ركنية لمصلحة يوفنتوس. الحارس ينجح في إبعاد الكرة بقبضته. عرضية من باولو ديبالا. عرضية لا تمر من الدفاع. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. ماكسيميليان فيليب. نقل ممتاز للكرة. باولو ديبالا. اوهو، مرت جانبية، كانت فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة.
يبدو يسدد من بعيد، كرة قوية من مسافة بعيدة لكن افتقدت للدقة في اللقطة الماضية. سامي خضيرة يتقدم بالكرة، يا سلام على العرضية، تشتيت الكرة من بيتشيك. يوفي يستعيد الكرة، تمرير خاطئ من ديبالا. ديالو، ماركو رويس، بعد صراع على الكرة خطأ على اليوفي. مارسيل شميلزر، ماريو كوتس، سامي خضيرة، كريستيانو رونالدو بيعدي بالكرة بيروح فيها، فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية، خلص بصعوبة بصعوبة حارس المرمى، الكرة تأتي للعارضة. كرة سهلة بيمسك الحارس. النتيجة السلبية مع نهاية الشوط الأول. شوط أول ينتهي بالتعادل بين الفريقين، حتى الآن لا يوجد تفوق من طرف على الآخر، الفريقان يلعبان بحذر شديد دون مغامرة قد تكلف. نعود لملعب أليانز تورينو وبداية شوط المباراة الثاني. دوغلاس كوستا، ممتاز الفريق في نقل الكرات، كريستيانو رونالدو، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة، الله على هذه النهاية، يا رب، الكومنتور، القائد، السلاح، قاذفة اللهب، صاروخ ماتيرا، الملك كريستيانو في الفريق. لوضع الكرة في الشباك، توقيت ممتاز في التدخل، ابعاد الخطورة في هذه اللحظات، دفاع بيقطع الكرة قبل ما تشكل خطورة، فرصة حقيقية بعد احتساب الحكم لكرة ثابتة في هذه المنطقة. الحكم يوجه الورقة الصفراء في وجه اللاعب، لا يمكن الاعتراض والاحتجاج على هذه المخالفة لأن الإعاقة التي قام بها كانت على قدم اللاعب لا الكرة، مخالفة ارتكبها اللاعب بعد إعاقة منافسة في توقيت خاطئ. الفريق ما يزال متأخر في النتيجة والمدرب يبحث عن تغيير لهذه المباراة، والآن يدخل لاعب من على دكة البدلاء، سامي خضيرة، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر، فرصة قد تشكل خطورة، هذه تصويبة، فرصة متاحة للتسجيل، تألق كبير من حارس المرمى، أوهو حارس المرمى بيلعب كرة بالخطأ، كريستيان بوليسيتش، كرة بعيدة بالخطأ تخرج من فوق المرمى، خوان كوادرادو، جواو كاسيلو، يا عيني على العرضية، عرضية من باولو ديبالا، كرة عرضية لكن كانت سيئة لم تشكل أي خطورة، بيرسل الكرة، يا سلام يا سلام، الكرة في العارضة، الكرة تحرك الشباك، يا رب على هذه اللقطة،
كانت قوية الكرة، مستحيلة كانت على الحارس، اصطدمت الكرة في العارضة وأكملت طريقها إلى الشباك. هذه عادة للهدف من زاوية أخرى. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ديالو، شينجي كاغاوا، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة، تماس للبيانكونيري. خوان كوادرادو، كريستيانو رونالدو، كريستيان بوليسيتش. وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. دورتموند يستعد لإجراء تبديل مع أول توقف في المباراة. كرة مقطوعة بشكل ممتاز، بيكرها بشكل ممتاز، الله على قطع الكرة. الكرة الآن مع الفريق الخصم. خوان كوادرادو، جواو كاسيلو، يضرب الآن كرة بالتعدي. ممكن أن يأتي الحل من البدلاء، هذا اللي يفكر فيه المدرب، تبديل تكتيكي في هذه اللحظات. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. لكن الحارس يتصدى لها بكل سهولة. باولو ديبالا، مانويل أكانجي، مارسيل شميلزر، كريستيانو رونالدو، تسديدة يا رب. ماركو رويس، واضح ان اللاعب اصيب بشد عضلي في هذه اللقطة. شينجي كاغاوا، الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية الوقت. فوز قد لا يكون مهما اذا ما نظرنا الى المباراة على انها مباراة ودية، لكن القاعدة معروفة في كرة القدم بان الفوز ياتي بالفوز والانتصار يجلب الانتصار. اليوم الفريق اكتسب الثقة التي تجعله يلعب بأريحية في اللقاءات القادمة.